فقد المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران عددا من قرى جبل الشيخ وصولا إلى بلدة عرني في ظل الظروف الجوية السائدة. وطالب الأهالي خلال لقائهم الوزير مخلوف ومحافظ ريف دمشق بضرورة مد خط كهربائي مباشر إلى آبار مياه الشرب في عرني للتخلص من معاناة انقطاع المياه المتكرر والتخفيف من ساعات التقنين الكهربائي في ظل هذه الظروف ولزيادة كميات المازوت الموزعة للمنطقة. وأكد الوزير مخلوف أنه تم التواصل مباشرة مع مديري المياه والكهرباء لإنهاء معاناة المواطنين فيما يخص المياه وتمت معالجتها. الطرقات الحمد لله مفتوحة، المتطلبات يعني بجهود أهل هذه المنطقة الكرام والمجالس المحلية وجهود المتابعة من المحافظة بتأمين المتطلبات كلها. طبعا الخبز اليوم أولوية، الرسائل المحروقات للدفعة الثانية وصلت، وإن شاء الله إما في هذا اليوم توزع الدفعة الثانية أو غدا صباحا للقسم الآخر. المتطلبات الأساسية متابعة بشكل عام، وهذه غاية جولتنا أنه نطمن على فتح الطرقات وتأمين المتطلبات بشكل كامل. كان في ورشة عمل لها المنطقة كلياتها مشان تلافى أي طاري بصير. موضوع الكهرباء ستعالج اليوم، والمحروقات اليوم توزعت رسائل بشكل يستلموها أهلنا. الحقيقة الأمور كتير كتير جيدة، يعني الطرقات كلها مفتوحة. كان في عندنا ورشة عمل نحن يوم الجمعة وطرحنا كل همومنا ومشاكلنا، وإن شاء الله تكون قابلة للحل.